وأجواء مفرحة. الفوز جه في وقت يعني الدنيا مش السياسة واخدة حاجات كتير، ولكن برضو الناس كلها على الفيسبوك، حتى كل الأخبار حوالين النادي الأهلي، الناس بتحاول إنها تفتكر السعادة وتفتكر الفرحة اللي بتسببها كرة القدم. خلينا نطلع لليابان وناخد زميلنا مهيب. مساء الخير مهيب. الزميل مساء الخير كابتن حازم، مساء الخير على كل مشاهدي الملاعب اليوم، ومبروك للنادي الاهلي فرحه كبيره هنا في الفندق اللي بيكون فيه النادي الاهلي بالفوز. يمكن الجماهير كلها التفت حوالين النادي الاهلي وجت وراه، وكان في سعاده كبيره جدا، وكان اول المنتظرين لباس النادي الاهلي او الباص كابتن محمود الخطيب، يمكن هو سبق وحب ان هو يصافح كل لاعب والجهاز الفني على حده، وهنأهم بفوز كبير النهارده اللي خلاهم يعني الاهلي يخش مرحله ثانيه. تعرف المباراه دي مباراه مهمه جدا، يا تخرجك من البطوله وتلعب على الخامس والسادس، يا اما تدخلك في اجواء البطوله الفعليه، يا تلعب على الثالث والرابع او هتلعب على الاول والثاني. ففي كلتا كل الحالات بتبقى حاجه مشرفة، وحاجة يمكن هو اللي كان بيتمناها الجهاز الفني المباراة دي، ان هو يخرج منها بالنتيجة دي. طب النهارده بعد الماتش، اول حاجة بعد الماتش الناس الجماهير، لا انا شفت جماهير مصر كتير، جماهير النادي الاهلي كانوا كتير ما شاء الله حوالي 200، يعني قول لي كده قبل المباراة الاحساس ايه، وبعد المباراة كانت الاحساس عامل ازاي جوه الملعب، جوه ارض الملعب، من كابتن حسام، من السيد ابو حفيظ؟ والله كالعاده احنا متعودين ان بيبقى في جمهور كبير بيجي ورا الاهلي في اليابان، سواء بيجي من مصر او سواء الجاليه الموجوده الصغيره جدا رغم انها صغيره، لكن بيجي من كل الاماكن، من اوساكا ومن يوكوهاما ومن طوكيو، بيجي يزوروا النادي الاهلي. الجماهير كان في كرنفال جميل جدا من الجماهير، يمكن في بعض مجموعه خدت خلف المرمى كانوا بيشجعوا النادي الاهلي، غير اللي كانوا موجودين في الفي اي بي او في الدرجه الاولى او في الدرجه الممتازه حسب انت عارف تدرج الدرجات هناك في استاد يوكوهاما. الجميل ان يمكن اللعيبه جت الفندق والجماهير جت وراهم، بس طبعا كان اللعيبه طلعت فوق، وانت عارف كابتن حسام بدري على طول عمل مؤتمر صحفي حتى مجمع لينا هنا في الفندق، وشرح ملابسات المباراه، وكان سعيد جدا 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 بعوده ابو تريكه للتهديف مره اخرى. وانا حتى يمكن سالته هيكون في لقاءات من خلال الملاعب اللي هم اجريناها مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وايضا الجماهير اللي حضرتك بتتكلم عليهم عملنا معاهم لقاءات في جو كان تلج، يعني كان برد غير طبيعي يا كابتن حازم. انت امبارح قلت فعلا ان في الثلوج هتنزل، والنهارده فعلا كان في وفعلا زي ما قالوا الناس دي ما بتهزرش رغم ان الجو الصبح كان حلو جدا، لكن الثلج نزل بطريقه يعني كان الجو بارد جدا جدا جدا، ويمكن ده اللي اثر على مستوى النادي الاهلي في اخر فترات الشوط الاول. طمنا على حسام غالي يا مهيب، يعني فعلا رباط صليبي ولا بس؟ حسام غالي للاسف يعني انا كنت لسه اكلمك على حسام غالي، اصابه كانت صدمه للجميع، صدمه للجهاز الفني وصدمه للعيب، كله في حزن رغم الفوز، انما في حزن على اصابه حسام غالي اللي هي مش هتخليه يشارك في باقي مباريات النادي الاهلي في هذه في اليابان، يعني في هذه البطوله. ففي صدمه كبيره، لكن بيبتدي كابتن حسام الفتحي عنده بدايل، عنده تريزيجيه، عنده محمد بركات هيبتدي، ابو تريكه، يعني عنده اتكلم على كذا. طيب احنا مهيب معلش لازم نطلع فاصل، خليك معانا، اول ما نرجع من فاصل تكون معانا ان شاء الله على التليفون. لازم اطلع فاصل حالا وهنرجع نستقبل كابتن عماد النحاس. كابتن عماد يمكن من اللعيبه اللي ليهم اجواء ايضا وليهم ذكريات في اليابان طبعا، في البطوله اللي فاز بها النادي الاهلي في المركز الثالث، وليه مناقشات بس مش هتكلم عليها بقى، يعني كان في كده حاجه بينه وبين تريكه. اهم شيء يا مهيب انت كنت موجود في 2006 ولا لا؟ طمني. نعم؟ طمني انت كنت موجود في 2006 ولا لا؟ كنت موجود. يبقى كده ما تقلقش، يبقى ان شاء الله في النهاية لازم تعدي بقى، تعمل انجاز جديد في تاريخك. كنا لسه انا والمهندس خالد مرتجي بنتكلم عليك، والناس بتكلمني بكل احترام وتقدير والله يا كابتن عماد بجد، يعني الله يكرمك، بتكلم عليك كلام كبير جدا 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 في اخلاقك العاليه، وان انت من اللعيبه دائما اللي يعني اللي افتقدوا من النادي الاهلي في الفتره دي. الله يكرمك يا مهيب، ده من ذوقك، وسلمنا على كل الناس اللي عندك، وبارك لكل الناس اللي موجوده عندك، خاصه يعني الجهاز الفني وكل اللاعبين، واستاذ طبعا خالد مرتين.
ربنا يخليك. كان عايز اقول ان اللعيبه النهارده ادوا اللي عليهم وزياده. المباراه يمكن دخلت في مراحل غريبه كده، اصابه حسام غالي ربكت حسابات الكابتن حسام البدري مبكرا، يعني الاصابه كانت مبكره، وشفنا الضغط. يعني فرقه هيروشيما فرقه متواضعه المستوى، بس من فرقه كابتن حازم اللي بتلعب على قدها، يعني عارفين ان هم امكانياتهم ايه وبيعملوا ايه، يعني في جمل كده تحس ان هم متفقين عليها، لكن طبعا فرق مهارات كبير جدا. هو بس ساتو دوت الرقم 11 اللي كان عامل ازعاج كبير جدا من دفاعات النادي الاهلي. طب خليني اكمل بس معاك موضوع حسام غالي، هو اتاكد من راح يعني المستشفى ولا الدكتور ايهاب مبدئيا شخص الاصابه؟ هو الدكتور ايهاب علي هيدينا، هو كل الاحتمالات ان هي تكون اصابه في الرباط الخارجي. يعني لسه مش نهائي انه صليبي ولا حاجه ان شاء الله، يعني لا ان شاء الله ما يطلعش صليبي. هو قال انها مبدئيا ممكن تبقى حاجه في الرباط الخارجي. مبدئيا ممكن تبقى في الرباط. انت عارف الحاجات دي، يعني عارف ان في بعض الاشاعات الناس بيعملوا ما يطلعش رباط صليبي وهي رباط صليبي. ايوه بس انا بس يعني انا عايز اخد منك ان هو مش رباط صليبي، مفيش حد قال انه رباط صليبي ولا دكتور ايهاب اشتبه في حاجه. يعني مش عايز بس اقلق الناس واديك معلومه مش مظبوطه، لكن التشخيص المبدئي ان هو رباط الخارجي لحد دلوقتي. طب الحمد لله. طيب كلمني، كان في حاجه النهارده برضه شفتها في على الانترنت، موضوع التيشيرت بتاع شيف اكرابي وكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ خالد مرتجي نزلوا اشتروا له تيشيرت، ده ايه ده الموضوع ده؟ عندك خلفيه عنه؟ الايه يا كابتن؟ كانوا نزلوا اشتروا تيشيرت معين لشيف اكرامي من محلات في اليابان ودوروا له على فانيلا معينه، الكلام ده شفته انت؟ عندك خلفيه عنه النهارده؟ ما تصور كده في بعض. هي انت عارف ان قصص احنا مرينا بالحاجات دي كتير جدا في البطولات الكبيره. بيبقى في دايما مؤتمر او اللقاء الفني اللي قبل المباراه بيتحتم على 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 الفرق بتلبس لبس معين، يعني لازم حارس المرمى بيلبس لبس مغاير لحارس المرمى اللي قدامه او مغاير لتيشيرتات الفريق اللي قدامه. فدي اللي بيخلي فيه الالوان تتغير. وانت يمكن مره يعني في ماتش الاهلي والزمالك لعبت الزمالك لبس تيشيرتات خضراء، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لنا لان الحكم كان اجنبي واصر على ذلك. فهي في لوائح وفي الالوان وقوانين بتربطها اللجنه المنظمه والفيفا في المناسبات دي، ان لازم الالوان تكون بالترتيب مع الشرطات وسلمات الفرق الاخرى والفرق وفرقه الاهلي نفسها. فكان شايف معاه اكيد فانيلا لبني او زرق، عشان كده يمكن نزل جاب الفانيلا الخضراء دي، بس مش كويس والشرح يا باشا كويس يعني. طب بس انا دلوقتي جالي خبر مهيب ان هو على الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان حسام للاسف الشديد جاله قطع في الرباط الصليبي، وده على لسان الدكتور ايهاب علي بنفسه في الموقع الرسمي للنادي الاهلي. ان شاء الله تبقى ربنا يعوم بالسلامه. صعب ان اكتم بالرباط الصليبي، لان انت عارف الرباط الصليبي هو كلنا. لا هو دلوقتي على الموقع الرسمي، محمد دمداش زميلنا في الاعداد او رئيس التحرير هو اللي بيقول لي هذا الكلام دلوقتي. بنتمنى له الشفاء يا كابتن حازم ان شاء الله. والرباط الصليبي دلوقتي يعني مش حاجه، لازم تتعمل اشاعه للكلام ده، وما لحقش يعمل اشاعه الدكتور ايهاب علي لحد دلوقتي. طيب ممكن يبقى تشخيص مبدئي. قول لي كده، انت اكيد اتكلمت مع اللعيبه بعد الماتش، يعني قول لي احساسهم بعد المباراه، شايفين ماتش كان صعب قوي الحمد لله، وطبعا كل شيء الحمد لله، لكن شايفين ماتش صعب جدا وطلعوا بمكسب صعب، ولا شايفين الفرقه فعلا على قدها؟ يعني انت قول لي كده احساس اللعيبه بعد المباراه مهيب. لا هو كان في ثقه ان الاهلي هيكسب، يعني كان في ثقه بين اللعيبه بعد ما اتفرجوا على فرقه هيروشيما، شافوا الامكانيات هيروشيما ما كانتش الامكانيات اللي تخد فرقه النادي الاهلي. او يعني بالعكس، لو كانت المباراه مشيت طبيعيه من بدايه المباراه كان الاهلي ممكن يتقدم بهدف وغطى الهدف الاولاني والثاني، لكن حصلت بعض ظروف في المباراه هي اللي غيرت سير المباراه، رغم ان فريق هيروشيما اهدر فرص كتير جدا كانت سهله ان هو يحط لنا اهداف، لكن مجريات الجو العام في المباراه والثلج اللي نزل وتاثر اللعيبه بالبروده واصابه حسام غالي، وكان رقم 14 يمكن الباك رايت بتاع هيروشيما كان سيء قوي في الشوط الاولاني، هو ما بيعرفش حاجه يعملها ان هو يجري بس، فكان عامل كان موقف وليد سليمان وموقف احمد شديد، ما بيهموش بالدور الهجومي بتاعهم، وده اللي عمله كابتن حسام في الشوط الثاني وتداركه بالتغييرات اللي عملها. تمام. طيب اهلي بكره راحه مثلا ولا نازلين تمرين؟ يعني ايه السيستم بكره؟ لا بكره تمرين عادي خالص، الاهلي هيتمرن ويوم من 12 طبعا المباراه المهمه واللي كل الناس بترتقبها مباراه اكسبيرينتس البرازيلي، ويمكن انا اتكلمت مع كابتن حسام البدري وقلت له يمكن المدير الفني لكوريانتس شكر في النادي الاهلي، قال احنا ممكن يكون التشكيل ده فخ لينا اصلا، راجل يعني بيدينا كده معنويات ان احنا نازلين تمام نبقى فاكين، فانا كمان انا بشكر فيه.
تمام. كان في لقاء هيكون ان شاء الله معانا من خلال ان شاء الله. كلمنا على المصريين النهارده، شفت المصريين، شفت واحد قلع التيشيرت ما اعرفش ازاي في الجو ده، جايين من مصر ولا كلهم من اليابان؟ يعني جاليتنا في اليابان. لا انا في مجموعه، في مجموعه موجوده من اليابان بتشجع منتخب مصر، متعوده ان هي كل سنه او كل مره الاهلي بيشارك فيها في اليابان بتبقى موجوده، وفي اوتوبيس مع يعني البعثه الاعلاميه وصلوا امبارح وكانوا موجودين النهارده في الاستاد وبيقوموا بجوار فندق النادي الاهلي. طب مهيب، انت ذكرت لي امبارح ان في الملعب متغطي، النهارده احنا بنتفرج على الماتش شفنا كتير قوي تلج نازل بس جوه الملعب، ما غطوش النص الثاني ليه؟ ما اعرفش عاملين كمين للاهلي ولا ايه؟ يعني قافلين نص بس الفوق، قافلين نص من فوق وسابين النص الثاني؟ فعلا كان نص، انت عارف هو يعني النص ده بيتفرد، مش عارف ليه ما قفلوش الاستاد يعني. هو لحد النص كان مقفول، في النص الثاني ده المفروض بيتفرد، حتى معمول صفر كده لكن ما اتقفلش الملعب خالص. وعايز اقول لك هي ما كانتش امطار، كانت تلوج عامله زي القطن كده يعني، تلوج عامله زي القطن يعني، كانت بس اثرت في اخر الشوط الاول على مستوى لعيب النادي الاهلي. زميلنا مهيب عبد الهادي من اليابان بشكرك شكرا جزيلا، طبعا معانا كل يوم من هناك من اليابان، تغطية حية ومباشرة دايما مع زميلنا مهيب، يقول لنا اخر الاخبار زي ما قلت لكم.